ولمناقشة مستقبل الملف السوري معنا من إسطنبول السيد أحمد كامل الكاتب والباحث السياسي السوري. مرحبا بك معنا سيد أحمد. مرحبا. استعدادات تركيا لعملية عسكرية محتملة ضد الميليشيات الكردية في سوريا، كيف ترى العملية من حيث الدلالة الزمنية والمكانية؟ بالنسبة لنا في سوريا نحن ننتظرها بفارق الصبر، نتمناها، لسنا متأكدين أنها ستقع لأننا وعدنا كثيرا بأنها ستقع ولم تقع. لماذا تتمنونها في سوريا؟ نتمناها لأنها تساعدنا على توسيع المناطق التي نحن نعيش فيها بحرية وبأمان، تساعدنا على الخلاص من ما أسميه أنا الأفعى الصفراء، بمعنى الكيان الذي شكله فروع البيكيكي الكردي التركي في سوريا، اللي فيها قوات أمريكية وفرنسية وبريطانية، احتل ثلث الأراضي السورية وتضع يدها على ثلثي الموارد السورية. نحن يسعدنا جدا أن تصغر هذه المنطقة، ودخول القوات التركية يصغر هذه المنطقة التي أنا أسميها الأفعى الصفراء. هل ستنعكس هذه العملية لو حصلت على الوضع العام في سوريا، لا سيما التطورات في إدلب؟ لا نعرف، ولكن يبدو أن الأمرين متوازيين، ما في بيناتهم علاقة في الظاهر، لأننا نحن لسنا طرف في هذه المفاوضات ولا هذه العملية، ونحكم بالظاهر. في الظاهر لا يوجد علاقة ما بين الاثنين، ولكن بالنسبة لنا شيء إيجابي تماما ويقوينا تماما. كيف تتوقع موقف النظام من هذه العملية؟ لا قيمة للنظام ولا لموقف، والموضوع كله بيد محتلي سوريا، محتلي نصف سوريا. النظام موجود في نصف سوريا مع الروس والإيرانيين، هم يقررون نيابة عنه، لا قيمة له ولا لموقفه على الإطلاق. يعني يفترض بأنه لا يعجب هذا الأمر، ولكن لا قيمة لإعجابه أو عدم إعجابه. ما موقفك أو رأيك في موقف المعارضة السورية من هذه العملية؟ ترحب بها تماما، وهذا منطقي، لأنها تزيد المناطق المحررة والمناطق الآمنة، وتضعف وجود المناطق المحتلة من قبل تنظيم البيكيكي الإرهابي وفروعه السورية والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا. كيف تتوقع أن يؤثر ذلك لو حصل على مستقبل الأمور في سوريا وعلى موازين القوى للقوى التي تعمل هناك بشكل يومي؟ بالنسبة لنا يزيد قواتنا في أي صيغة نهائية لسوريا، تزيد من إضعاف النظام وتزيد من قوة الشعب السوري نسبيا. طبعا ليست شيء حاسم، ولكن نسبيا تضعف النظام وتزيدنا قوة، ولذلك هي شيء إيجابي تماما بالنسبة للشعب السوري. لا يخفى عليك سيد أحمد أن هناك وجهة نظر تقول أن هذا يعد اعتداء تركيا أو عدوانا تركيا على الأراضي السورية، بماذا يمكن الرد على هذه الوجهة؟ طبعا من يقول ذلك هو يعني يتجاهل وجود 10 جيوش أجنبية في سوريا، لم يقل ذلك غالبا لا عن الوجود الأمريكي ولا الفرنسي ولا البريطاني ولا الروسي ولا الإيراني ولا الإسرائيلي ولا كل ذلك، ولا وجود البيكيكي. البيكيكي وفروعه السورية هو تنظيم إرهابي تركي أجنبي، بمعنى أنه أجنبي. فهذا من يقول ذلك يريد أن يموت السوريون وأن لا يحظوا بالأمان، هذا يريحه أكثر من أن يوجد قوة تساعد الشعب السوري. وجود القوات التركية شرعي لعدة أسباب، واحد لأن الشعب السوري يريد ذلك، ثانيا لأنها تخدم الشعب السوري، ثالثا لأن هناك معاهدات موقعة ما بين سوريا الدولة وليس حزب وليس حكومة، لم تلغى حتى الآن، تسمح لتركيا بدخول الأراضي السورية عندما تتعرض لتهديد إرهابي، وهي تركيا تتعرض لتهديد إرهابي، وقع على هذه المعاهدة حافظ الأسد، يسمح لتركيا بدخول الأراضي السورية بصورة شرعية، والاتفاق مسجل لدى الأمم المتحدة يسمح بدخول سوريا لملاحقة الإرهابيين، وهذا ما يحصل تماما. استمرار القصف بشكل يومي تقريبا على إدلب يدفعنا للسؤال عن دور الدول الضامنة للاتفاق، هل تبقى شيء من هذا الدور أو من هذا الاتفاق أصلا؟ لم أسمع السؤال، عفوا.
يدفعنا استمرار القصف بشكل يومي على إدلب للسؤال عن دور الدول الضامنة للاتفاق أو عن السؤال عن الاتفاق ذاته، هل تبقى منه شيء؟ لم يبقى منه شيء، والدول الضامنة خاصة تركيا محرجة جدا جدا جدا، ولذلك هي تساعد الشعب السوري والمقاتلين السوريين على مقاومة هذا الغزو الهمجي الروسي للأراضي السورية. محرج جدا لتركيا ويدفعها للتحرك، أما بالنسبة لروسيا وإيران فهم لا يحرجهم شيء، لا الموت ولا الحياة. أشكرك جزيلا سيد أحمد كامل الكاتب والباحث السياسي السوري، كنت معنا من إسطنبول.